للحديث أكثر حول الموضوع يلتحق بنا من القاهرة عبر الهاتف الدكتور عماد جاد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك سيدي. مرحبا. إذن سيدي، أي ملفات سياسية مطروحة على طاولة الرئيسين الجزائري والمصري؟ خلينا نبدأ بالحديث على أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات تاريخية، وكلا البلدين يقدر بعضهما الآخر، ولا ننسى أن أول زيارة للرئيس المصري بعد توليه السلطة كانت للجزائر، وبالتالي هي رسالة لتقدير وزن ودور الجزائر على كافة المستويات. الملفات كثيرة للغاية، ونعتبر أن الجزائر هي من المحاور الرئيسية في عالمنا العربي ومن القيادات الرئيسية للدول العربية، وبالتالي نعلم أيضا أن الجزائر سوف تستضيف بعد شهر رمضان القادم القمة العربية، وبالتالي هناك عديد من الملفات من خاصة بالعمل العربي المشترك وكيفية تفعيله وتطوير الجامعة العربية طبعا قبل الرئيس عبد العزيز الدكتور. أيضا هناك العلاقات الثنائية، أتصور أنها متشعبة للغاية سواء على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو حتى الثقافية. فعلى المستويات الاقتصادية هناك رغبة في تسعيد أو زيادة التعاون الاقتصادي المشترك والتبادل التجاري والمشروعات المشتركة والاستفادة من التجارب المتبادلة. أيضا على المستوى السياسي هناك ملفات تهم البلدين، العلاقات الثنائيه المباشره، الموقف من الوضع في ليبيا، الموقف من القضيه الفلسطينيه، الموقف من قضايا المغرب العربي، لا سيما وان مصر تحتفظ بموقف قريب للغايه من الموقف الجزائري فيما يخص مشاكل المغرب العربي، وبالتالي اتصور ان الزياره مهمه للغايه على كافه هذه المحاور. نعم. دكتور جاد، ما الذي ينتظر ان تقدمه او تضيفه هذه الزياره للعلاقات الجزائريه المصريه مستقبلا؟ اتصور ان التقارب المصري الجزائري مهم للغاية، لأن ليبيا دولة جوار للبلدين وتمر بمشاكل ضخمة، وبالتالي التقارب المصري الجزائري سيكون مهم للغاية. أيضا على المستوى الاقتصادي هناك رغبة في زيادة معدلات التبادل التجاري، إنشاء مشروعات مشتركة، مجلس رجال أعمال متبادل بحيث يستفيد البلدين من القطاع الخاص الناقد في البلدين، ورسالة واضحة بأن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات قوية ومتينة، وأن ما يرغبه البعض بإمكانية حدوث خلافات مصرية جزائرية في القمة العربية القادمة هو أمر غير موجود، وهذه الزيارة تأتي لتؤكد على ذلك. نعم. الدكتور عماد جاد، المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.